بندقية لسلاح ناذر وغالي، تكريم حارس منتخبنا الوطني والضاح أنور في صنعاء. كرمت حكومة صنعاء منتخب الناشئين بالمبالغ المالية بواقع 3 ملايين ريال للاعبين، والجهاز الفني ومليوني ريال للجهاز الإداري، ومليون ريال للحكام المشاركين في بطولة غرب آسيا. وأثناء التكريم تم إهداء حارس منتخبنا الوطني والضاح أنور بندقية من أحد قبائل صنعاء الموالي لجماعة الحوثي. ونالت هذه الحادثة استغراب كثير لدى الشارع اليمني، حيث اعتبروا تكريم لاعب رياضي ببندقية أمر يدعو للاستغراب. وحاز منتخبنا الوطني للناشئين على بطولة غرب آسيا في نسختها العاشرة التي أقيمت مؤخرا بسلطنة عمان،